بعد 10 سنين شو؟ أنا وين بصير؟ وأنت وين بتصير؟ عن جد؟ عم تفكري بعد 10 سنين؟ خلينا نعيش 10 سنين وقعدة بعين الشمس. أنا لما كنت بعمرك كنت فكر إنه 10 سنين بدهم دهر تيخلصوا. صار لا. لما صرت بهالعمر لما اتطلع بحالي بالمراية أو شوف حالي بشي صورة صورتها من 20 أو 30 سنة فكر إنه تصورتها من يومين أو مبارح. العمر غفلي يا نادي، صدقني العمر غفلي. غمض عين منفتح عين بلاقي حالي أنا مرة ختيارة وإنت إنت شب تلبق لك الحياة. شو هالحكي الختيار المستسلم هيدا؟ عم تنزع اليوم كرمال بعد 10 سنين؟ خلينا نعيش سوا ونبسط بكل لحظة لحين نفكر بالختيرة. والولاد؟ ما بدك ولاد؟ لا ما بدي ولاد أبدا، وإذا رجع طلع عبالنا ولاد نبقى منشوف شو بنعمل. بعدين ما تخاف الرجال بضلوا يجيب ولاد لبعد 100 سنة. أنت عم تقولي شو ما كان رندا، شو ما كان بس لتنهي علاقتنا مش كرمالي أبدا. مش مظبوط. بلا مزبوط. بدك تطلع من القصة بس لتضلك مرة محترمة قدام جوزك وولادك وأصحابك الكلاس. أنت استعملتيني بس لتقوي وتطلع من البيت، وهلأ بس طلعتي وقويتي زتيتيني هلأ فاتي على فرق العمر بيناتنا وعلى الأولاد. أنت عم تأذيني كتير يا نديم. عم بأذيكي. اسمعيني منيح رندا، أنا رح فل هلأ ورح أتركك للصبح. بكرة بدك تعطيني جواب، يا منكفي سوا يا ما بقى بحياتك رح تشوفي صورة وجهي ولا رح تسمعي صوتي. فكري منيح وما تتسرعي رندا.